وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب. صحيفة غارديان البريطانية زرعت أملا جديدا في نفوس السوريين بإمكانية محاكمة بشار الأسد، إلى أي مدى ترون إمكانية حدوث ذلك؟ تحياتي لكم وتحيا المشاهدين. يعني حقيقة أعتقد أنه لذرة ما في العيون لا قيمة لما قالته غارديان أو غيرها، يعني. لأن لو المجتمع الدولي جاد في ذلك لكان يعني حاسب بشار الأسد وعاقبه منذ يعني المرة الأولى التي قصف فيها شعبه بالكيماوي. يعني ديكتاتور يستخدم كل أنظمة القمع وكل أنواع القتل، يعني لم يترك أي نوع من أنواع القتل على الشعب السوري إلا قام به، حتى وصل إلى مرحلة الكيماوي والغاز يعني السارين وغيره من يعني أنواع القتل الجماعي، وليست أنواع يعني حتى المحرمة دوليا في المعارك والحروب الرسمية بين الدول. هذه كل ما يستخدم ضد الشعب السوري هو ممنوع دوليا يعني. وبالتالي أنا أقول أن ما قالته غارديان لا يزرع الأمل في نفوس السوريين، لأن لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الخلف لعلمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية بهاتف واحد عام 2005 أخرجت بشار الأسد من لبنان عندما كان محتل للبنان. وبالتالي بهاتف واحد عندما قالوا له 48 ساعة، قال لهم 72 ساعة، قالوا 48 ساعة فقط. و 48 ساعة فعلا لم تكن كافية لخروج الجيش السوري من لبنان، فبقيت كل الأسلحة المتواجدة لدى الجيش السوري لحزب الله والميليشيات المتواجدة هنا. وبالتالي أنا أقول لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي جادا في ذلك لا حاسبوا بشار الأسد منذ المرة الأولى التي قصف به شعبه بالطائرات وبالغاز. أنت تقول يعني لو كان المجتمع الدولي جاد في هذا الأمر، وهنا التساؤل الأهم، يعني هل هنالك محاولات لتسوية سياسية يمكن أن يكون بشار الأسد جزء فيها في مستقبل سوريا؟ أعتقد أن الصورة حتى الآن لم تتضح، ولكن بشار الأسد الآن منذ فترة موضوع في البازار السياسي العالمي، يعني هو أصبح سلعة للبيع، وبعد فترة يمكن أن يكون هو عبء حتى على 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 روسيا التي هي دعم يعني أكثر التي كانت أكثر دعما له. هو الآن في البازار السياسي يباع عالميا، ولكن لا أعتقد أنه بعد فترة سيبقى له أي قيمة وسيكون عبء. ولذلك يمكن أن يكون هناك تسوية سياسية إلا بعد رحيل بشار الأسد، لأن المجتمع الدولي وعلى رأس أوروبا لا تسمح بوجود هكذا ديكتاتور ضمن هذه المعطيات التي نراها. ولذلك لا يتم إعمار سوريا، لا يتم يعني حقيقة تسوية سياسية تامة بوجود بشار الأسد. هل فعلا أن روسيا وإيران الفاعلتين في المشهد السوري دعمتا موقف وحصنت موقف بشار الأسد من المحاسبة رغم جرائمه المشهودة؟ يا سيدي الكريم، هم لم يعني هم حصلوه لأن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة حكومة أوباما لم تكن جادة في محاسبته. لكن عندما وقعت أيضا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الأخطاء في شرق سوريا وفي غيرها من الأماكن، لم يعد بإمكانها أن تكون ندا يعني روسيا وإيران عندما يقفون في صف نظام بشار الأسد. ولذلك أنا أقول أنه الموضوع محاصصة، وبالتالي لا يمكن يعني أن تتم محاسبة بشار الأسد ما لم يتم الاتفاق بين هذه الدول، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية المجتمع الدولي. لذلك من الصعب أن نقول حاليا، ومن المبكر أصلا أن نقول أنه سيتم محاسبته أو لا. الآن أقول أنا أنه في البازار السياسي، لكن هو حضر له أكثر من مرة، قيل بأنه سيتم نفيه إلى الجزائر، وبعضهم قال إلى روسيا وغير ذلك من الأماكن ورومانيا وغير الأماكن المحضرة لنفيه. لكن لم يكن هناك الحقيقة الصورة لم تنجلي حتى الآن من أجل محاسبتي أو نفيه. أثناء لقاءات بشار الأسد في إيران صرح قائد فيلق قدس قاسم سليماني أن النظام السوري مدين ببقائه لدعم طهران له. ما المقابل الذي بات على بشار الأسد أن يدفعه مقابل ذلك الدعم؟ يا سيدي، إذا كان يعني حزب الله وهم يعني الطرف الأصغر والأضعف لدى إيران، يعني هم ميليشيا من ميليشيات إيران تقول بأنها دعمت بشار الأسد وساعدته على البقاء، وهي التي أبقته على كرسي الحكم حتى هذه اللحظة.
فقاسم سليماني من باب أولى. يعني قاسم سليماني مقابل ذلك هو يحتل سوريا. يعني سوريا الآن تعاني من احتلال مركب. الاحتلال الأول هو الروسي الذي يسيطر على المفاصل الرئيسية وعلى قرار السلم والحرب، الحرب والسلم، وعلى القرار السياسي وعلى الاقتصادي أيضا. تقاسمه في ذلك إيران الاحتلال الآخر، هي تقاسمه في ذلك وتحاول أن تنافس المحتل الروسي. وبالتالي لم يبقى لدى بشار الأسد ما يدفعه، لأنه هذا الدكتاتور يعني جلب كل المستعمرين العالم إلى أراضي سوريا، وبالتالي لم يعد لديه أي شيء ليدفعه لقاسم سليماني أو لغيره. لكن هو عبارة عن يعني أجير حقيقة لدى إيران ولدى روسيا، ولكن هو الآن أقرب إلى إيران، واستدعته إيران واستدعاه الولي الفقيه خامنئي ليعطيه التعليمات اللازمة ليتم تنفيذها، هو ليس أكثر من ذلك. في ظل هذه التداعيات وانسحاب قوى فاعلة من سوريا ومحاولة دخول أخرى، كيف ترون مستقبل النظام السوري والبلاد؟ يا سيدي الكريم، المستقبل يعني بيد الدول العظمى وبيد التجاذبات الدولية المتواجدة على الأراضي السورية، ولذلك لا يمكن التكهن الآن. يعني الآن يقولون بأن هناك لجنة سورية تم تشكيلها وتم يعني اللقاءات بها والاجتماع بها من اجل الدستور. المشكله السوريه هي ليست الدستور، مشكله السوريه هي بعدم تطبيق الدستور. حتى الدستور القديم الذي كان متواجد في سوريا يمكن ان الاعتماد عليه، ولكن بتعديلات بسيطه جدا. نحن لا نحتاج الى دستور، نحتاج الى من يطبق الدستور، وكان النظام لا يطبق من الدستور شيء. وبالتالي انا اقول ان المستقبل حتى الان ضبابي وغامض، وهو حسب مصالح الدول الكبرى على راسها الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، الدرجات الأخرى أوروبا وإيران والمصالح الأخرى الدولية. لذلك لم يعد للنظام أي يعني قيمة، ولم يعد له أي أمر، وهو لا يملك من الأمر شيء. لذلك المجتمع الدولي هو الذي يتحكم في مستقبل سوريا وليس النظام السوري. المحلل السياسي السوري أديب العلاوي كنت معنا من الريحانية عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.